تأثير السمنة على الصدر أمراض كتيرة جدا، اضطراب أثناء النوم ونقص الأكسجين أثناء النوم، ده في السمنة المفرطة. برضو كذلك الحساسية لها علاقة مع حساسية الصدر مع السمنة، السدة الرئوية لها علاقة مع السمنة، الالتهاب المتكرر للشعب الهوائية وممكن يؤدي إلى التهاب رئوي لها برضو علاقة بالسمنة. في الأول كان نقول 3 شهور علشان هو ده مريض دلوقتي اللي أصيب بفيروس الكورونا عنده مناعة مكتسبة من الإصابة، بس في الوقت الحالي بعد شهر من الإصابة من التعافي من الإصابة يقدر المريض يحصل على اللقاح. في حالة إصابة الأم بالكورونا أثناء الرضاعة بننصح إن هي تكمل الرضاعة عادي خالص، ما توقفش الرضاعة. في حالة إصابة الرضيع بالكورونا الأم هتاخد يعني الحاجات الاحترازية زي لبس الماسك سواء هنا أو هنا، يعني الأم لو هي مصابة أو الطفل الرضيع هو المصاب هي هتكمل الرضاعة وتكون في وسائل الحماية هي اللي بتلبسها زي الماسك والجوانتي.